حسبي الله ونعم الوكيل. اف شكلها مفضي بنزل. الحق علي، كان لازم تفقدتها من قبل. ان شاء الله يكون في قنينة بنزين ورا. شو الحل هلا؟ شكله فيش حدا هون. ما لي حل الا ادفشها. بتعرف لازم يفتحوا باب الهجرة. لمين يفتحوا؟ شو لمين؟ للشباب. طب اسكت اسكت بلا هبل، حد بترك وطنه وبيهاجر؟ ايه هذا رأي الشعب. انت يا ريت تسكت وتحكي رأيك لحالك، ولك شو خص الشعب بالموضوع. تفضل يا ابو يزن، شاي من اللي بحبه قلبك. الله يسلم هديك. الله يسلم هديك على هالشيات، والله شيات خريم. هات لشوف، احكي لي يا سيدي عن هاي الدورة السياسية التثقيفية. هاي الدورة يا أبو إبراهيم بتعلم فيها الواحد كيف يحكي بالسياسة. والله حلو كتير. وكيف تحكي رأيك ورأي الناس، بس رأي الناس بده موهبة عشان تقدر تحكي باسمهم. بتعرف يا أبو يزن، أنا حاسس إنه عندي هاي الموهبة، بس ناقصني أتعلم من أكم شغلة وحط راسي بين هالروس ونصير نحكي باسم هالشعب المسكين. نيالك، أنا ما عندي هالموهبة، بس أنا بقدر أعبر عن رأيي. حلو هالكلام. اسمع، شو رأيك نعمل تشاركية مع بعض؟ يعني شوية من عندك وشوية حكي من عندي وبنصير نحكي. يا سيدي أنا موافق. على راسي يا رفيق. أخ لو سمحت. وشو الفرق؟ ما هو كله فدا الوطن وتحرير الإنسان والقضية. فرق كبير بالمبادئ والمعطيات الاستراتيجية. قصدك الاستراتيجية، وهيك بلشنا بالمحاضرة الأولى. اشرب الشاي، اشرب اشرب شايات. شكله فيش حدا. لازم ألقى ضروري. طب شو في يا زلمة فهمني. امشي امشي بعدين تعرف. بتعرف؟ وإذا الشعب بسمع بهاي الأراء أكيد رح يدعمونا ويأيدونا كمان. أنا بفكر إن نعمل حزب ونبلش، شو رأيك؟ يا زلمة أي بدون ما نعمل إشي، هي البلد ناقصها دكاكين أكتر. خلص بنحكي وبنقول هذا رأي الشعب. ماشي. اسمع، قوم للروع عند أبو سليم ونبلش فيه. وإنت قلتها، أبو سليم خير البداية. يلا توكل على الله. يلا يلا تفضل. ايه اسمع، يمكن مع عاهد. طب وين دار عاهد؟ امشي اقول لك. اه يا سيدي، وبعدين؟ ولا كبلين يا حبيبي، هذا رأي الشعب. ولك شعب مين؟ ولك هذا رأيك لحالك. ولك انا نزلت على الفيسبوك مين مع السلام، الكل علق انه مع السلام. بالله، ولو تنزل على الفيس تحيا الراقصة لولو لتلاقي مليون واحد يطبل لك. ولك ما هو اللي بيطبلوا من الشعب. اللي بيطبلوا مش من الشعب يا طبل. أكل حال هذا رأي الشعب كله. ولك انت مالك ومال الشعب. قوم 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 امشي قوم. يلا روح. أنا شفتكم شو بتعملوا، وأول ما شفتوني رميتوها، وهذا دليل إن اللي بتعملوه غلط. صح كلامي؟ صح كلامك.
ما هو من الهم الواحد صار يدخن. لساتكم صغار على الهم. أنا بديش أكبر إن شاء الله يا رب ضلني صغير. وأنا كمان بديش أكبر، لاحقين على الهم. وإيش اللي هممكم يا حبايبي؟ أخوي الكبير خلص جامعة وكل يوم مشاكل هو وأبوي، عشان شو؟ عشان الشغل. شو بدك أكثر من هيك هم؟ شو دارس أخوك؟ إشي مثل الأستاذ بيطلع. وإنت شو اللي همك؟ ما بحب أروح البيت، أبوي وأمي دائما متقاتلين عشان مصرف البيت. اسمعوني، أنا كنت صغير مثلكم، كان أبوي يشتغل يوم وعشرة لا، كان يعطينا مصروف يوم وأسبوع لا، بس قررت إنه لازم أتعب على نفسي وأجتهد وأدرس عشان أحقق كل اللي بتمناه. ما احنا قلنا لك أخوي صار له سنتين متخرج ومش لاقي شغل. مش ضروري اللي بيصير مع أخوك إنه يصير معك. أنتوا كل المطلوب منكم إنكم تتعبوا على نفسكم، تجتهدوا بدراستكم، وإنتوا ما عليكم هموم. اتفقنا؟ اتفقنا. بس احنا هون عايشين ومرتاحين، مش ناقص علينا اشي. وبالبلد كمان رح نكون مبسوطين وما رح ينقص علينا شي، والمصاري اللي جمعناهم نفتح فيهم مشروع بالبلد ونعيش منه. والاهم من كل هاد الاولاد. الاولاد مالهم الاولاد؟ بدي اياهم يكبروا بعاداتنا وتقاليدنا ولهجتنا. انا معك في كل اللي حكيته، بس الاولاد هون عايشين مبسوطين ومرتاحين وعم بيتعلموا. بعدين انت عارف هون ما حدا بيأثر حدا الا اذا الثاني كان عنده رغبه. مزبوط حبيبتي، بس انت عارف جيل عن جيل بيفرق، والوطن غير. لو ما احنا هون محافظين عليهم ومتابعينهم لحظه بلحظه كان ضاعوا من ايدينا. وين ما بدك بنكون معك، المهم لا تتضايق ولا تشغل بالك. صدقني المهم عندي راحتك. ويلا اشرب قهوتك قبل ما تبرد. وعد ما تكرروا اللي شفته منكم اليوم. وعد. على فكرة انت اللي صحت وقلت عني مستوطن ولحقتوني. مش مهم انا مسامحك. سلام. مع السلامة. الله يصلحك يا عمي أبو سليم على هالعملة، هاليوم ما رح أنساه طول حياتي. يا الله. برضو فيش حدا. طيب وين ممكن لاقيه؟ مثلا يا أخوي السيارة. مالها؟ يعني السيارة ساهمنا فيها إحنا الثلاثة، مش منطق انك تروح تعطي السيارة لمحمد بدون ما تستشيرنا. يا ستي حكم على راسي، انا اسف. ايام سوري سامحوني، انا غلطان. شو بدكم برضو؟ يعني يا اخوي منكون قاعدين احنا مع الناس، بتيجي انت بتعطي وجهة نظرك عشان يصدقوك، بتيجي بتقول هاي كمان رأي البنات. مثل ايش يعني بالانجليزي؟ give me example. بالفرنساوي يعني مثل ايش يعني؟ فسفو. كتير شغلات يابا، زي السياسيين بيحكوا رأيهم وبقولوا هذا رأي الشعب والشعب معوش خبر. بتعرفوا يا بنات أحيانا بصفن لدرجة إنه أشرح حالي، كل العالم بيحلم بالمستقبل إلا إحنا العرب بنحلم في الماضي. ليش؟ في مثل بيقول هربنا من تحت الدلف لتحت المزراب، يعني صرنا نشوف المستقبل تشابوس بخنقنا، وهذا اللي خلانا نكون هيك. ما حدش بيسأل بالثاني، والشاطر اللي بده يكون سيد وكبير على الثاني. عشان هيك زمن العبودية قاعد بيرجع، بس مع حداثة وتطوير. وهالشي بس عنا، كل واحد بيعرف يحكي كلمتين بيصير يسرح بخياله ويستلهم أفكار ويقول هذه إرادة الشعب وإحنا إملاكين أبصر إيش، ومن تعرفين الحكي الفاضي.
واحنا مش ملاكين مخدة ننام عليها. قوموا قوموا فوتوا جوا شوف مين جاي. يلا مين؟ معقول اللي بصير معي انه لازم ما ارجع استقر بالبلد واحسن لي اضل مغترب؟ لا لا، كلها تعطيلة سيارة فاضية بنزين. بس والله اللي بصير معي واللي بشوفه ما توقعت يكون بهالسوء. خايف صراحة اظلم زوجتي وولادي. الله يبعث لي حدا يساعدني. هذا انت؟ انا. بالله عليك يا استاذ، ما دعيت دعوي، ربنا ييسر لك ابن حلال. والله شايف، وهيني جيتك من اول دعوي. خير؟ شو صاير معك؟ لا ولا اشي، بس السياره قاطعتني بنزين. بتذكر بك معي كزازه بنزين لاخوي، هسه بشوف لك اياها في السياره. شنصك مقصر معاي. وشو الحل هلا؟ محلولي، هسه بسحب لك السيارة وين ما بدك. رجعني على دار عمي أبو سليم. ولا يهمك. غير لما الاقي. طب شو بدك منه؟ قلت لك بعدين بتعرف، امشي. اهلين، اهلا وسهلا، ويلكم ويلكم ان ذا ابو سليم هوم. واللي مهلي ما يولي. بس احكي لي، قريبك وينه؟ مش شايفينه. نزل على البلد يا سيدي، عنده اكم شغله. حكيت لي. قل لي، ان شاء الله عجبته البلد وقرر يستقر فيها. يعني خذ الثاني، خذ الثاني، ما هو جاي ابو ابراهيم عشان يستقر فيها. المهم يا أبو سليم، إحنا جايين نبشرك هالبشارة، رايح تنبسط عليها كثير. وبدون إخراج أكسن هوسو في المنتز، ما في إزعاج، فلتح للمسرح تحتاج. لا مكساج، برسم بسمة وانبهاج بعد المونتاج، اكشن هاو بدون اخراج. شمعة وسراج تنورنا العتمة بكل يوم، ذهب ولا عاج، بدنا بس الفرحة تدوم. اخراج اكشنها وشوف المنتج، ما في ازعاج، ولتحليل مش راح تحتاج.